صنع هو سفير من الحسنة للاتحاد الأوروبي فرصة سمحة ياسا اللي هي متاحة للشباب وخاصة هي 24 ولاية وخاصة الولايات اللي ما عندهاش الكلوب ما عندهاش إمكانيات باش تدعم الكلوب سيونتيفيك اللي هي برشا الكلوب الروبوتيك الجيمينج برشا حاجات أخرى. البروجي هذا ننصح الناس اللي تشارك فيه خاطر هو باش يكون مول من الاتحاد الأوروبي عن طريق الوزارات المعنية بالأمر تابعة التعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي ووزارة التربية ودور الثقافة بيان سور. فرحان برشا كشاب موجود لهنا جيت حكيت تجربتي كنت شاب في دار شباب كيفاش بديت في كلوب وبديت بشوي بشوي بديت سمارت فون اللي توا اختاروني معناها من بين 100 شخص مؤثر في العالم العربي. هذه تجربة سمحة ونحب نقول كلمة تحياتي الناس القروان اللي تفرجونا في القروان ديما نحبس فيها بلاد سمحة. إن شاء الله نعدكم اللي نعملوا فيديو غاديك ونصوروه دعم للسياحة وكم صورت برشا مناطق برشا ولايات أخرين ونحب رأي تقولوا تونس رأي بخير وإن شاء الله ديما بخير ونحاول ديما نفر بلادنا بلين نجم برشا حاجات في دور الشباب ممكن فما ناس ما هيش دارية. أنا في دار الشباب كنت رأي نمشي بلفين فرانك لحد عام تعمل فما معناها تلقى كل شيء مرتاح بالرقم الامكانيات فما الباهي فما الناقصه فما الباهي وموجوده منها تعطيك تجربه جديده في الحياه وتدخل غاديك. انا بديت تعلمت بديت فوتوغرافي تعلمت فم المسرح تعلمت فم ميوزيك نعزف اورج تعلمت فم بعد بشوي طورت من فم. وننصح الشباب انه ولا اي ولي هز ودك وقت الفراغ هزوا دار شباب مثالش غاديك تلقى مؤطر تخلص فيه الدوله راهو يخلص فيه الدوله انه باش يخدم ولدك ويلزم تهز انت ولدك يمشي لحاجه ايجابيه خير من ترسيك بعد نادم انه ماشي لحاجه سلبيه وتولي تلوم على خاطر هو وقت الفراغ نتاعو ما لقاش باش يشارجي لازمك من الصغرى تزو. انا هزوني مازلت صغير كعبه شوكولاته والله نفكرني تو تعدي بعض الشباب نادوني قال لي تعالى تحب تعمل شي مسرح دخل. من وقتها بديت بشوي بشوي كونت شخصيتي تعلمت منها هي فضل ربي ولكن التجربه عندها دور ودور الشباب راهي عندها دور. وننصح اي شاب يمشي يملا وقت الفراغ نتاعو مهما كان النشاط اللي ينشطوا في دور الشباب ودور الثقافه. اليوم عندنا الاحتفال بانطلاق مشروع السوافي، السوافي هو العلوم مع الشباب واليه. المشروع هذا هام جدا، الهدف الرئيسي نتاعو هو كيفاش ندعم ادماج واندماج الشباب في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وذلك ما عبر احداث مواطن شغل وقيمه مضافه واحداث مؤسسات ناشئه. هذا الهدف الأساسي، لكن المشروع هذا فيه ثلاثة مكونات. المكون الأول هو موجه لطلبة الدكاترة والطلبة اللي يصدر أعداد الدكتوراه، احنا باش ندعمهم باش ندعم تقريبا 250 طالب باش يعملوا بحث تطبيقي في المؤسسات الصناعية باش نقربوه من المؤسسات باش يحلوا المشاكل نتاع المؤسسات هذيك ونسهلوا التشغيل نتاعها. واش نكونهم حتى الطلبة هذو اللي كان فما ناس عندها مشاريع مجددة باش نكونوهم لازم باش يقفوا المؤسسات نتاعهم للسلطة. هذه المكون الأول. المكون الثاني هو لجناس كرياتيف الشباب المبدع. احنا باش ندعم النوادي العلمية باش نخلق روح الابتكار روح المبادرة روح الريادة لأنه الشباب تونس أظهر في العديد من المناسبات كانوا قادر على أشياء ممتازة لكن تو كان ناقص وكان الأشياء الممتازة ظهرها في معناها حاجات تنفع البلاد تنفع الاقتصاد تونس. المكون الثاني هو حوار العلوم والشباب. الحوار هذا باش نخلي فرصة للشباب باش يعطي رأيه في منظومة الحوكمة نتاع التعليم والعلوم والابتكار والتجديد باش نعطيهم فرصة باش يقترح شنو لازم نعمل باش نحسنوا من منظومة التعليم والتقييم على المستوى الابتدائي والثانوي والتعليم العالي باش نعطيو هاي الفرصه باش شنو يقترح باش نقربوا احنا من المعايير الدوليه. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.